أيام على إصابة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وما يزال الغموض يكتنف تفاصيل الحادث الذي أصيب به هو وعدد من المسؤولين الكبار من الدائرة المقربة منه. وقد تعددت السيناريوهات المرتبطة بالجهة المنفذة والمكان الذي وقع فيه الهجوم. إذن هيثم أبو صالح يسلط لنا الضوء الآن في هذا التقرير على هذه السيناريوهات والفرضيات، نتابع. من استهدف الرئيس اليمني علي عبد الله صالح؟ وما هي دوافعه؟ وأين تم هذا الاستهداف؟ أسئلة ما تزال حديث الشارع اليمني، وكل ما يراقب تطورات المشهد هناك ويبحث عما وراء ما جرى يوم الجمعة تاريخ استهداف صالح. وقع الأمر أن الإجابة على هذه الأسئلة تتلخص في أنباء عن حصول اختراق للجهاز الأمني للرئيس. عدة روايات تناولت الانفجار الذي استهدف صالح، تحدثت إحداها عن أن الاستهداف وقع في مسجد النهدين نتيجة عبوة ناسفة زرعت في منبر المسجد من الداخل، وليس نتيجة قصف صاروخي أو مدفعي من خارج المسجد، كما تحدثت رواية أخرى على اعتبار أن حجارة المسجد تناثرت إلى الخارج وليس إلى الداخل. هذه الرواية تطرح سؤالا عن كيفية وصول من وضع هذه العبوة أو اللغم في مسجد من المفترض أن يكون خاضعا لإجراءات أمنية مشددة، خاصة في ظل الظروف التي يمر بها اليمن حاليا. وكانت الرواية الرسمية الأولية اتهمت على لسان صالح نفسه في تسجيل صوتي مقتضب عقب الحادث أنصار الشيخ صادق الأحمر باستهدافه، لكن آل الأحمر نفوا الاتهام، وأعقب هذا النفي تحويل نظام صالح للاتهام من آل الأحمر إلى تنظيم القاعدة، وهو الذي يثير مرة أخرى تساؤلات حول الرواية الرسمية. وتتحدث رواية أخرى عن أن الرئيس صالح لم يستهدف بالمسجد بل بالقصر الرئاسي. وفي هذا الإطار تكمل رواية أخرى مشهد استهداف القصر بالإشارة إلى أنه لدى محاولة حرس صالح إسعافه وتأمين مخرج آمن له من القصر الجمهوري، تعرض موكبه للقصف بالصواريخ أثناء مروره في شارع الخمسين. مهما تعددت الروايات وبغض النظر عن مكان وقوع الاستهداف، فإن العملية تميزت بدقة في التنفيذ بحسب خبراء عسكريين، خاصة وأنها أسفرت عن مقتل عدد من مرافقي صالح الذين كانوا لاصقين به. وقبل أن ننهي هذا العرض نشير إلى أكثر الروايات إثارة للاهتمام ورواجا في الشارع اليمني. اليمنيون يتحدثون عن انشقاق داخل بيت الرئيس اليمني نفسه، وبكلام أكثر وضوحا يتناقلون أن دوافع ثأرية بين صالح وأحد أشقائه تقف وراء عملية الاستهداف، حيث يتهم صالح بأن له يدا في مقتل ابن شقيقه قبل سنوات. يبدو أن الأيام المقبلة ستكون حبلى بتفاصيل أخرى تتعلق باستهداف صالح، الذي مهما تعددت الروايات فإن المفارقة أن أغلبها يشير إلى أن صالح قد أوتي من مأمنه.